السلام عليكم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نسجل المحاضرات بتاعتنا أو السامري بتاع المحاضرة دي، مش هتبقى محاضرة كاملة يعني، ولكن هيبقى سامري للمحاضرة. هقول لحضرتك النوتس المهمة أو الحاجات المهمة اللي اتقالت في المحاضرة، وبعد كده مش عارفة على حسب بقى هنعملها على مرة أو مرتين على حسب ما هنشوف دلوقتي. وبعد كده هنعمل حاجة برضو كولكشن من المسائل أو تجميع المسائل، هي مش هقدر اقول انها مهمه لانها جايه في امتحان عشان ما تنفهمش غلط، بس الفكره بتوضح البوينتس او القوانين اللي احنا بنتكلم عليها. احنا كنا بدانا نتكلم على الجزء بتاع الكاينماتكس اوف ريجيد. ايه قصه الكاينماتكس اوف ريجيد بودي؟ كاينماتكس الجسم بتاعي المتماسك اللي هو عدد لا نهائي من البوينتس، عدد لا نهائي من البارتكلز اللي ما بهملش الابعاد بتاعته او مدخلها في الاعتبار في الحسابات عندي. الكاينماتكس عندي بتدرس الحركه بتاعه الجسم بصرف النظر عن القوه اللي خلته يتحرك بالشكل ده، اللي هي عشان اعمل ده لازم اعرف ايه هي انواع الحركه. الحركه اللي انا بتكلم عليها او الكاينماتكس بتكلم عليها هو ان انا لازم اعرف السرعات والعجلات بتاعه الجسم بتاعي اللي بيتحرك. في الكاينماتكس لو انا عندي ريجيد بودي A B، في عندي ثلاث انواع من انواع الحركه. اول نوع هو الترانسليشنال موشن اللي هي الانتقال المتوازي. ايه قصه الانتقال المتوازي؟ للقضيب اللي اسمه A B اللي بيتحرك انتقال متوازي، او عشان اعرف انه بيتحرك انتقال متوازي لازم يكون في الحاله دي بتكون السرعات والعجلات، أو اسم عندي هنا النقطة سرعة النقطة A هتكون مساوية مقدارا واتجاها بسرعة النقطة اسمها B. يبقى BA هتساوي ال VB مقدارا واتجاها، وما تنساش دايما ان الفيلوستي اليونت بتاعتها اللينير فيلوستي اليونت بتاعتها متر بير سكند، دي اللي هي اللينير فيلوستي. في حالة ما يكون الجسم بتاعي بيتحرك انتقال متوازي مساوية مقدارا واتجاها، نفس الكلام بالنسبة للعجلات الـ FA هتساوي الـ FB مقدارا واتجاها. طبعا هنا اليونت بتاعة الـ acceleration هي متر بير سكند سكوير، وطبعا دي هنا الـ acceleration اللي هي بسميها الخطية. طيب ده في حالة الانتقال المتوازي. دي بشوفها ازاي او اتعرف عليها ازاي لو عندي ميكانيزم مكون من اكتر من جزء؟ بتبقى اللي هي السيور، العجل، الكتاين، التشين، الحبال وما الى ذلك من الاشكال ديت اللي بتقول لي ان الجسم بتاعي بيتحرك حركة انتقال متوازي، وده اول نوع من انواع الحركة. طيب النوع التاني اللي ممكن اشوفه او اتعرض له هو الحركة الدورانية. ايه الحركة الدورانية؟ يعني الجسم بتاعي بيدور حوالين نقطة ثابتة، النقطة دي قد تكون على الجسم نفسه أو نقطة من نقط الجسم أو قد تكون براه. أول حاجة قبل ما نشوف هي براه ولا جواه، أول حاجة زي ما قلنا إن النقطة الثابتة دي هي ثابتة دلوقتي وثابتة بعد كده، يعني النقطة دي عندها تثبيت زي أنا ما عملت هنا كده نقطة التثبيت أو المفصل اللي أنا عاملاه ده. طيب السؤال دلوقتي النقطة دي سرعتها بكام وعجلتها بكام؟ لو نقطة مفصل أو نقطة تثبيت فلو سميت النقطة دي O فأنا عندي هنا السرعة الخطية بتاعت النقطة O والعجلة الخطية بتاعت النقطة O بتساوي الصفر. أنا عندي هنا سرعة النقطة O زي ما قلنا اللي هي مركز الدوران أو اللي الجسم بيدور حواليها دي هتساوي لي هنا إيه؟ الصفر. طيب السرعة بتاعتي اللي هي بتساوي الصفر ديت لازم كمان العجلة بتاعتها بتكون بتساوي الصفر. واضح ان في حاجة حصلت في التسجيل، انا مش عارفة ايه الحقيقة، بس انا طيب نشوف كده اذا كنا هنقدر نرجع ولا ايه.